تفضلوا. اعتبروا البيت بيتكم يا ابني، خدوا راحتكم، أهلا وسهلا فيكم، تفضل. شكرا. عذبناكي. عذابك راحة. خليل، حلوة كتير كنتي، مو هيك؟ أختي من الزوجة. حكت لي زينب كل قصتكم بالتفصيل. ولا يهمكن، ما في مشكلة إلا وما إلى حل. امهلوني كم يوم وبحلها. خليل غالي علي، ولحسن الحظ معك أخوكي، المحكمة بصفنا، وهون محامية بتعجبك. أنا وراكن ورح ساعدكن. بتطلقي وبعدين بتتجوزوا. بالأول بدنا نحل مشكلة خليل. خليل؟ مبارح فتحوا القبر ولقوا الجثة مسروقة. انت شو عم تحكي؟ هيك ضاعت الحقيقة. طول ما الجثة مو مبينة ما بنقدر نعمل فحص الدي ان اي. يا الله، ليش هيك؟ انتوا عن شو عم تحكوا؟ قبر مين وجثة مين؟ ماني فهمان شيء. ميرنا، رح اشرح لك كل شيء. انا قانونيا متوفي. مع الاسف. كيف؟ بعدين. لا هلا. عفوا، عن اذنكم شوي. ثواني. الو، انا عم بسمعك. لك عندي خبر حلو رح يعجبك. خليل مهرب بنت. بعرف. وغيره؟ أخو البنت وجوزها عندي. جد؟ شو عم تحكي؟ وانت بتعرفي هالشي؟ هلأ عرفت. ضحكت عليها. هو ما كان بيعرف، بس من خوفه علي خطر واجى على اسطنبول. جوازات مزورة، مشاكل، مقابر، مين انت يا أفندي؟ سميح، أكيد ما بدك توصاي بضيوفنا. دلل لي إياهن. خليهن عندك ولبيلن كل طلباتهن. طيب. شبكون سوء تفاهم، مفردوها بقى. آسفين، أكيد ما عندكم قرنة تناموا فيها. بعين الله. أنت شو رأيك؟ بناموا عنا ولو. اسمع، أنتوا صرتوا رجالنا وطلباتكم أوامر، واللي بيصير عليكم بيصير علينا. الله محييك. لا تعتبرها حسنة، انتو بتستحقوا المكافأة، كل شيء إلا الشرف. لهيك خليل لازم يتعاقب على اللي عمله. طيب انت منين بتعرفوا لهذا الزلمة ليكون عامل شيء مشكلة؟ بيننا وبينه في حسابات كتير، مصاري ودين مترتب عليه. كمان في بينه وبينه مصاري، سرق المرأة وكل شيء معها من ذهب ونقود، أخذ كل شيء وما خلى لي شيء. ولا يهمك، رح يرجع. طول ما انتو معنا رح نساعدكم بكل شي بتحتاجوه، واللي بدكن يا طلبوه، سيارة، أواعي، مصاري، سكن، اللي بدكن يا.
نحن معكم. هيك بدي اياك يا بطل. حسن؟ يا. Du bist noch da? Ich konnte nicht gehen, ohne dich zu sehen. Ich hab meine Sachen erledigt. Ich hab für dich Geld geholt. Dankeschön. Wolltest du rausgehen? Nein. Ich habe Besuch. Wer ist das? Hey! Wer sind die, Helga? Was Hassan. Machen die hier? Das sind meine Freunde. Hallo? Başarım lan senin halonayit. Was ist los? Mach ruhig vor Makar. Aber schnell. Das geht dich nichts an. Aber du bist meine Liebste. Kannst meine Freunde nicht einfach rausschmeißen? Betrügst du mich? Boynuz yiyor musun lan, he? Lass mich in Ruhe. Verschwinde aus meinem Haus. Wie kannst du mir das nur antun? Hassan, benimm dich bitte. Wie kannst du nur... Nasıl? Du kannst dich in mein Leben nicht einmischen. Ich bin nicht deine Frau. Raus. Du gehst jetzt bitte. Raus. Ich gehe. Mir gern wohin. Ich sag dir, geh. Sonst rufe ich die Polizei. Polizei, Helga? Ich will dich nicht mehr. Geh. Geh oder ich rufe die Polizei. Franz, ruf die Polizei. Hau ab. Raus. Raus. Und geh. Hau ab. Geh. Dein Mann. أنا بحبك هلقا. أنا تساوي في هيك. أنا بفرجيك كيف تلعيني من البيت؟ كيف؟ أنا غبي اني صدقتك، غبي. بعد بنتي كرمالك. أوكي. زم بنتي بغابتي. بعتك كرمالك. Thank you.